فيلمنا النهاردة بيبدأ في مزاد كبير للتحف في إيطاليا، وبنعرف إنهم بيعرضوا يعني المزاد بس مباشر عشان كل الناس تعرف إن في مزاد، عشان لو في أي حد حابب يشارك فيه يقدر يشارك وهو قاعد في بيته من غير ما يتحرك. وبعدين بنشوف واحدة كده راكبة قارب في المية، وفي حد كده بيديها حتة آثار، وفي نفس الوقت بنشوف واحدة بتتكلم مع حد في سماعة وهي ماشية في وسط المزاد وعمالة تراقب كل اللي حواليها. وفي مشهد تاني بنشوف في نفس الوقت ده مزاد في لندن، اتنين رجالة واقفين بيتكلموا مع بعض، وحد كده على سطح مبنى كبير والتاني في مركب. وبعدين بنشوف كده في مزاد في فينيسيا ماسون، وبنعرف ان هو بيشتري تحف كتير وبيقدر يشتري في المزاد ده قطعة أثرية غالية ونادرة جدا. وبعدين بتشوف ان الشرطة بتراقب المزاد لانهم وصل لهم معلومات انه يحصل عملية سرقة كبيرة فيه. وبنشوف ابي وستيفانو بيتكلموا عن الحرامي اسمه سايروس، معروف جدا وموجود في المزاد، وبنعرف انهم شاكين ان هو يعمل حاجة كبيرة وبيفضلوا يراقبوه كويس قوي. وبنشوف المزاد شغال، والقطعة اللي بيعرضوها بتكون عبارة عن قناع غريب مكون من 482 كاميرا، وبيبقى القناع بس وسيط ما بين الموجودين وما بين المزاد الحقيقي، اللي بنعرف ان على حاجة يعني غريبة تابعة لأصول رقمية اسمها البلوكشاين، اسمها NFT. وبيبدأ راجل شكله كده غريب يظهر على الشاشات، وبيكون لابس قناع وشكله مريب اسمه كرياتور N8، وبيبقى المزاد بتاعه، وبيفضل يعني يشرح للموجودين أهمية الحاجة اللي بيبيعها، وفتح عرض للبيع وبدأ بمبلغ كبير جدا، والكل بدأوا يتسابقوا مين اللي هيكسب. وبيحاول راجل كده من انجلترا يعلي السعر وياخدها، وبنشوف ان مايسون وسايروس بيفضلوا يعلوا على بعض لحد ما سايروس اللي بيقدر ياخدها في الاخر، واخدها بحوالي 20 مليون دولار. واتفاجئت ابي ان سايروس جاي عشان ياخد القطعة دي مش عشان يعمل عملية سطو زي ما هي فاكرة. وبعدين بتاخد بالها ان سايروس اصلا عارف انهم بيرابوه وانه واخد باله كويس قوي، وفجأة سايروس بيخلي اللي معاه يضربوا جهاز الانذار، وبتدي ابي كده اوامر لرجالة الشرطة اللي معاها انهم يتحركوا بسرعة ويشوفوا فيه ايه. وفي الوقت ده بنشوف في لندن واحد من الرجالة اللي شفناهم في اول الفيلم بيقدر يخترق جهاز الامن، وبيقدر يدخل مكان المزاد بكل سهولة، وبيقدر يدخل الاوضة اللي بيخزنوا فيها التحف، وبيسرق لوحة غالية جدا اسمها فناو، وبيخرج كده وبيحدفها للراجل اللي كان قاعد في المركب وبياخدها وبيهرب. وبعدين بنشوف ابي وهي بتحاول تأمن المكان وبتخلي الامن يقفل كل المداخل والمخارج، وبتقولهم ان ممكن المكان يكون بيتعرض للسرقة. وبنشوف الست اللي كانت موجودة في اول الفيلم بتركب مركب، وبنعرف انها اصلا شريكة سايروس، وبتعرف ابي ان سايروس كان بيخطط لسرقة كبيرة من الاول، وانه عمل نفسه بيشتري بجد عشان ما يلفتش انتباههم، وبيقدر يسرق القطعة والفلوس في نفس الوقت على حاجة وهمية، وان كل ده تمويه للعملية بتاعته. وبتفضل ابي تطارده وبتركب مركب كده وبتفضل تجري بيه، وبتقطع طريق الست اللي راكبة المركب، بس الست بتفضل تقول لها انها ما تعرفوش وانها بس من معجبيه. وبعدين بتمشي ابي، وبعدين بنشوف كلنا سفينة كبيرة وبيكون عليها سايروس والفريق بتاعه كله، كاميلا المساعدة بتاعته، وابني الطيار، وماجنوس خبير مفرقعات، ولوك المهندس بتاعهم، والاخير دانتون بيعمل اي شخصية هم محتاجينها. وبنعرف ان سايروس دفع ال 20 مليون دولار دول وتحولوا لحساب سري ليهم، وبنشوفهم وهم بيحتفلوا مع بعض بنجاح العملية. وبعدين بنشوف ان الاخبار انتشرت ان قطعة الـ NFT اتسرقت، وفي الوقت ده بيكون سايروس عارف ان سعر القطعة دلوقتي بقى 5 أضعاف سعرها الحقيقي، وهو ده اصلا اللي كان عايز يوصله، ان هو يسرقها وسعرها يعلى ويعرضها بعد كده باكبر من سعرها، ويخلي الوكيل بتاعه يعرض للبيع ب 27 مليون دولار. وبعدين بتشوف ابي بتفضل تراجع في مشاهد كاميرات المراقبة، وبتعرف ان دانتون جزء من اللعبة، وانه مع سايروس وبعد وقت بتقدر انها توصل لدانتون وبتجيبه وبتفضل تستجوبه، وبتقول انه هو متهم في اكتر من عملية سرقة كبيرة، بس هو بيفضل مصمم على كلامه وبينكر، وبيفضل يقول لها انه ما يعرفش سايروس مين اصلا، وانه عمره ما شافه. بس ابي بتوريه صورة لسايروس وهو معاه، وبيجي طرد كده فجأة لابي من سايروس وبتفتحه، وبتلاقي صور كتير ليها مع سايروس، وبنعرف انهم كانوا مرتبطين قبل كده. وبعدين بنشوف ابي وهي قاعدة مع المدير بتاعها هاكسلي، وبيفضل يتكلم معاها ويقول لها ان هو عايزها تمسك قضية تانية، بس هي بترفض وبتفضل يعني تقول له انها كده مش هتعرف تركز في قضية سايروس اللي ماسكاها بقالها سنة. وبيفضل يكلمها عن راجل اسمه جورج انسون، وبيقول لها ان هو مهرب اثار مسروقة، وانه بيمول ارهابيين كتير حوالين العالم، وانه عمل ثروة كبيرة جدا من ورا ان هو بيشتري كل المباني اللي بتبقى في مناطق الحروب بسعر رخيص.
وبعد ما الحرب بتنتهي بيرجع يبيعهم تاني بسعر عالي جدا، وبيقول لها ان هو حقق مع واحد اسمه ارثر بيشتغل مع جورج، وعرف منه ان جورج ممول مشروع كبير قوي، وخلى مجموعة اسمها ليفيسان قدروا انهم يسيطروا على كل شبكات المية اللي موجودة في العالم كله، وانهم بكده يقدروا يتحكموا في كل الفيضانات والجفافات اللي ممكن تحصل على مستوى العالم في اي وقت، وانهم بكده يقدروا يسيطروا على العالم. وبيحكي لها ان في خطة كمان عاملها جورج انه يخلي ليفيسان ينقلوا له الذهب ب 500 مليون دولار من لندن لزيورخ، وان العملية دي هتتنفذ في خلال الاسبوعين اللي جايين دول. وبيفضل يقول لها يعني ان المشكلة ان النقل هيبقى بشكل قانوني جدا، وانه مش ماسك اي دليل على جورج، وعشان كده مش قدامهم اي حل غير انهم يسرقوا الذهب ده قبل ما يوصل زيورخ، وانها مش قدامها اي حل غير انها تتعاون مع سايروس، لان هو الوحيد اللي يقدر يعمل ده بكل سهولة. وبترفض ابي وبتفضل تقوله انهم ما ينفعش يثقوا في حرامي كبير زي ده، وانه ممكن اصلا يضحك عليهم، بس هو بيفضل يقول لها ان هو املهم الوحيد وان ما فيش اي حل تاني. وما بيبقاش قدام ابي اي حل غير انها تروح لسايروس، وبنشوفها وهي بتروح له البيت، وبنعرف من كلامهم من بعض انهم كانوا مرتبطين، وان ابي كانت من فتره طويله كانت منتهى لشخصيه تانية وبتتقرب منه وارتبطت بيه عشان تحاول توقعه، بس ما عرفتش تعمل ده، ولما عرف حقيقتها سابوا بعض وكل واحد راح في طريق. بس بيكون باين يعني على سايروس ان هو لسه بيحب ابي وانه ما قدرش ينساها ويتخطاها. وبعدين بتبدا ابي تحكي له يعني هي عايزه ايه، وبتشرح له هما هيعملوا ايه، بس سايروس بيرفض ان يعمل حاجه زي دي اول ما بيسمع اسم جورج ستون، وبيفضل يقول لها ان هو راجل شرير وخطير جدا بصراحه، وانه لو وقف قدامه فهو كده بيعرض نفسه للخطر، لان جورج لو عارف مستحيل يسيبه عايش. وبتفضل ابي تهدده ان هو لو ما وافقش يتعاون معاها ويساعدها انها تسجنه هي وكل الفريق بتاعه، وانها معها دليل ضده للعمليه الاخيره، وانها اصلا ماسكه دانتون وماجنوس، وانها عندها استعداد تسجنهم مدى الحياه. وبتعرض عليه انه لو وافق يتعاون معاها انها هتطلع صحابه من السجن، وانها تمسح كل السجل الاجرامي بتاعتهم. ولما سايروس بيفكر بيلاقي ان هو انسب حل ان هو يوافق، بس بشرط ان ابي تشترك معاه هو والفريق بتاعه في العمليه عشان يضمن ان ده مش كمين من الشرطه. وبتوافق ابي وبيتفقوا. وتاني يوم بنشوف الفريق كله مجتمع، وبتيجي كده ابي وبيبداوا يخططوا هيعملوا ايه بالظبط، وبنشوف شويه منهم بيبقوا رافضين انهم يتعاونوا مع الشرطه، بس بيفضل سايروس يقنعهم انهم ما عندهمش حل تاني، يا اما يدخلوا السجن، وبيقتنعوا كلهم في الاخر. وبتبدا ابي تشرح المهمه، وبتقول ان الذهب هيتنقل في صندوق 10 طن، وهيتنقل بطياره من لندن لزيورخ. وبتفضل تقول لهم ان في الوقت ده اللي الذهب فيه هيبقى في الجو لازم هم يلاقوا طريقه ياخدوه بيها قبل ما يوصل زيورخ، وبيفضلوا يطمنوها يعني انهم يقدروا يعملوا ده. وبعدين بتشوف جورج وهو بيتفق مع حد من رجالته ان هو يخلص على ارثر لانه سرب معلومات عن الشرطه. وبعدين بتشوف ابي وهي بتحكي لسايروس ان وهي صغيره مامتها كانت مديره مدرسه، وان المدرسه كان فيها لوحه غاليه قوي، وان في يوم اللوحه دي اتسرقت ومامتها هي اللي لبست القضيه، وعشان كده هي صممت من وهي صغيره تبقى ضابط وتوصل للي عمل كده. فمامتها بتشوف يعني الفريق وهو قاعد يخطط العمليه، وبيحاولوا يوصلوا الرادارات بتاعه الطياره اللي هيبقى فيها الذهب، وعشان يعملوا ده محتاجين طياره بمواصفات معينه، وبيروحوا الماسون وبيتفقوا معاه انهم ياخدوا منه يعني الطياره بتاعته، وفي المقابل ياخد هو ال NFT. وبعد كلام كتير ما بينهم بيوافق مايسون، وبيفضل يقول لهم ان الطياره مجهزه بالكامل، ومع شويه تعديلات منهم وشويه تعديلات من الشرطه قدروا يغلفوها بمادة معينة عشان محدش يقدر يعرف مسارها أبدا. وبيبدأ الفريق كله يتدرب، وكل واحد يتدرب على الحاجة اللي هتبقى مطلوبة منه في المهمة عشان ما يعملوش أي حاجة أو اجتهاد شخصي ومفيش حاجة يعني تبوظ. وبيبدأوا يفكروا في طريقة تخلي طيارتهم تمشي تحت طيارة الذهب من غير ما يكون في أي خطر عليهم، وبعد شوية تعديلات من كل واحد فيهم وأفكار كتير بيقدروا يعملوا كده وبيلاقوا حل. وبتفضل ابي تتفرج عليهم وهي مذهوله من ذكائهم، وبتبقى متحمسه جدا للعمليه، وما بيبقاش قدامهم اي مشكله في الخطه غير بس يعني ان هم مش هيقدروا يشوشوا على الرادار طول الوقت، وان في وقت بس مش هيعرفوا يتحكموا في اي حاجه، وان في الوقت ده الرادار هيبقى شاف طيارتهم، وانهم لازم يلاقوا حل الموضوع ده لانهم كده هيبقوا في خطر، وان المشكله هتقابلهم في مدار بلجيكا. وعشان كده بيروح سايروس وابي يقابلوا واحد من بروكسل وبيعرضوا عليه مليون دولار، وفي المقابل هو يقدر يحل المشكله بتاعتهم.
وبيوافق طبعا لان المبلغ كبير قوي. وفجأة بيتصل هاكس لي بأبي وبيقول لها انه لازم يقابلهم ضروري، وبيفاجئهم وبيقول لهم ان جورج غير خطته كلها وانهم لازم يغيروا كل الخطة اللي عملوها. وبيفضل سايروس يقول لهم ان هو هينسحب من العملية لانه مستحيل يقدر هو وفريقه يعملوا خطة جديدة في الوقت القليل ده. وبيفضل هاكس لي يهدده ويقلل منه وبيتكلم معاه بطريقة وحشة، وسايروس بيبقى متضايق جدا. وبعدين بنشوف على التلفزيون فيضان رهيب والناس بتموت، وبنعرف ان رئيس وزراء اسانيا عمل اجتماع مع الحكومة عشان يلاقوا حل الارهابيين اللي استولوا على شبكة المية وبتحكموا فيها دي. ولما بيشوف سايروس اللي بيحصل بيقرر ان هو ينفذ المهمة وبينقذ البلد من جورج وكل الارهاب اللي هو مسببه للناس. بس اصحابه بيبقوا رافضين وبيفضلوا يعني يقولوا ان مفيش وقت اصلا يتدربوا على خطة جديدة، بس لما بيلاقوه يعني مصمم ما بيردوش يسيبوه لوحده وبيوافقوا انهم يساعدوه. وابي بتبقى واقفة مستغربة انهم بيحبوا سايروس قوي كده. وفي نفس الوقت بنشوف جورج قاعد بيتفرج وفرحان بالانجاز اللي عمله وبيشكر الفيسان انهم يعني نفذوا الاوامر، وبيفضلوا يقولوا له انهم دايما بينفذوا اوامره طول الوقت. وبعدين بيطلب منهم انهم ينفذوا المهمة الكبيرة وياخدوا بالهم كويس قوي. وفي نفس الوقت بنشوف سايروس وفريقه بيستعدوا برضه وبيقسموا يعني جهاز التشويش لقطع صغيرة عشان ما يبانش يعني وهم رايحين يركبوا الطيارة، وبعد كده هيقدروا يركبوها تاني. وبتحاول ابي انها يعني تظبط لهم الدنيا في المطار، وبيبداوا يتاكدوا ان كل حاجه في طيارتهم جاهزه، وبيراجعوا على كل جزء فيها ويتاكدوا ان هو شغال. وبنعرف ان الخطه الجديده كانت ان الطياره اللي فيها الذهب هتنزل في مطار صغير في كورتينا في جبال الألب، وفي الوقت ده هيحرك سايروس وفريقه طياره شغاله طيران تلقائي عشان تظهر مكان طياره الذهب في اشاره المجال الطيار الجوي وتروح مكانها لزيورخ. وبكده جورج مش هيشك في اي حاجه غلط بتحصل وان طيارته ماشيه في مسارها عادي خالص. وفي الوقت ده بيبداوا ياخدوا الذهب وينقلوه بالقطر، وبعد كده بيوصلوه للشرطه بسلام وبتنتهي المهمه من غير اي مشاكل. وبعدين بيجي يوم العمليه وبنشوف الفريق كله متنكر وبيركبوا الطياره، وبيبقى سايروس وابي عاملين نفسهم اتنين متجوزين وراكبين في الدرجه الاولى، وابني ودانتون ولوك كل واحد منهم راكب لوحده بعيد عن التاني في الدرجه الاقتصاديه. وفي الوقت ده بنشوف الذهب كله موجود على طياره خاصه وعليها حراسه مشدده. وبعدين بتشوف الفريق بيبلغ سايروس انهم عندهم مشكله لان لوك قرر ان هو ما يكملش ومشي، وبكده هم محتاجين حد ينقل الجهاز من حمام الدرجه الاقتصاديه لحمام الدرجه الاولى لانه قريب من القياده عشان يقدروا يعرفوا مسار الطياره. وبنشوف كاميلا بتستعد عشان تطير بالطياره اللي كانوا مجهزينها، وبيعرف يعني في الوقت ده ابني انها يعني تخترق معلومات كل ركاب الطياره، وبتعرف ان في 2 من رجاله جورج موجودين في الدرجه الاولى وثلاثه موجودين في الاقتصادية. وبتفق سايروس مع أبي إنها تروح تجيب الجهاز من الحمام الاقتصادي وتنقله للدرجة الأولى، وبتدخل كده وبتجيبه وبتحاول تجمع أجزائه بس بيقع منها على الأرض وبيتفكك أكتر. وبيجي سايروس وبيدخل وبيساعدها يجمعوا القطع، وفجأة بيجي رجالة جورج وبيفضلوا يخبطوا كده على الباب جامد. وبعدين بنشوف كاميلا وهي ماشية ورا الطيارة اللي فيها الذهب، وعشان مقربة منها جامد بنشوف إن جزء كبير من الكاميرات ما بيستحملش الضغط وبتكسر. وبعدين بنشوف هاري وهو قاعد بيراقب كده المجال الجوي وبيفضل يقول لهم ان الطياره بتاعتهم لسه باينه وان دي مشكله، وده كان بسبب انهم لسه ما شغلوش جهاز التشويش وبيحاولوا يركبوه. بس للاسف بتيجي زميله هاري في الوقت ده وبتشوف كده الرادار جايب طيارتين مش واحده، وبيفضل هاري يمثل ان هو تعبان عشان يشتت انتباهها لحد ما يحاولوا يركبوه. وفي الاخر بيقدر سايروس يصلح الجهاز وبيركبه وكل حاجه في الرادار بترجع لطبيعتها، وبتشوف زميله هاري كل حاجه طبيعيه على الشاشه. وبيطلب هاري من الطيار ان هو يغير الاتجاه عشان فيضان كده في مطار زيورخ وانه لازم يعمل هبوط اضطراري لاقرب مطار ليه. وبيفضل هاري يقول لكاميلا ان خطتهم ماشيه مظبوط وانه عمل زي ما اتفقوا، وبتبدا كاميلا تستعد وبتنزل من الطياره وبتسيب الطيار الالي يشتغل فيها. وبيكون هاري خرج الطياره اللي فيها الذهب من المدار الجوي، وبتمشي الطياره دي بدلها في نفس الاتجاه لزيورخ عشان ما حدش يحس يعني بحاجه غلط. وفي الوقت ده بيبلغ الطيار الركاب ان هو يعمل هبوط اضطراري لمطار كوريتينا، وبيسمع رجالة جورج وبيحس انه في حاجه غلط، وبيبداوا يجهزوا الاسلحه بتاعتهم وبيستعدوا للي هيحصل. وفي الوقت نفسه بيطلب سايروس من دانتون وماجنوس انهم يروحوا الخزنه اللي فيها الذهب بسرعه، ويبدا كده انهم ينفذوا مهمتهم. وبيحاول دانتون ان هو يشتت انتباه المضيفه عشان ما تركزش معاهم، وبيعمل نفسه تعبان وبتفضل تساعده. وبيقدروا يوصلوا للخزنه وتقدر ابني انها تفصل كل الاتصالات اللي ممكن توصل للطيار من اي حد عشان ما يحسش بأي حاجة. وبيدخل ماجنون وبيجهز نفسه كده ويبدأ يفتح الخزنة،
وفي الوقت ده بيقوم رجالة جورج وبيستولوا على الطيارة وبياخدوا رهاين عشان يجبروا الطيار ان هو يرجع يمشي في مساره ويروح على مطار زيوريخ. وبيقوم سايروس وبيحاول يضرب واحد منهم عشان يكسبوا شوية وقت ويقدروا ينفذوا مهمتهم. وبتقوم آبي وبتحاول تساعده وبتضرب واحد كمان. وفي الوقت ده بيقدر ماجنوم ان هو يفتح الخزنة اللي فيها الذهب، وبيقدر سايروس وآبي يخلصوا على الرجلين اللي كانوا موجودين في الدرجة الأولى. وبيقابلوا واحد كمان وهم رايحين الخزنة، وبيوصل الطيار كده للمطار وبيحاول لسه يعني ان هو يعمل هبوط بالطيارة. بيلاقي المكان كله جليد والهبوط بيبقى صعب وخطر. وبنشوف برضو كاميلا بتنزل في نفس المكان، وبيقدر رجالة جورج يمسكوا سايروس وآبي وماجنوس وبيبقوا كده واقفين كلهم في الخزنة بتاعت الذهب. وبتطلب جورج وبيحكوله كل اللي حصل. وبتشوف جورج على التلفزيون ان في طيارة وصلت مطار زيوريخ من غير طيار، وبيقوم رجالته انهم يجيبوا سايروس واللي معاه وبينزلوا من الطيارة وبياخدوا الطيارة اللي جاية فيها كاملة، وبيخلوهم يحطوا فيها يعني كل الذهب، وبيأمرهم يتحركوا على إيطاليا. وبيوصل كل اللي حصل لهوكسلي وبيعرف يعني ان الفريق والذهب اتخطفوا وان جورج اخدهم على إيطاليا. وفي الوقت ده بتحاول كاملة انها تشيل اللوحة اللي محطوطة على الطيارة عشان الشرطة تعرف توصل لمكانهم من الرادار، وبعد كذا محاولة بتقدر تشيلها وبيعرفوا يوصلوا مكانهم. وبيطلب هوكسلي الدعم عشان يقدروا يعني يوقعوا الطيارة، وما فرقش معاه ان آبي معاهم وانها كده ممكن تموت، وطلعوا طيارتين حربيتين عشان يقدروا يوصلوا الطيارة. وفي مكان تاني بنشوف شريك جورج بيتكلم معاه وبيقوله ان الطيارة ازاي منزلتش مطار زيوريخ وان هو قلقان، بس جورج ما بيحسسوش بأي حاجة وبيفضل يقوله ان هو متعمد يعمل كده وان ده جزء من خطته. وبيفضل شريكه يهدده ان لو الذهب ما وصلش في ميعاده ان هو هينهيه ومش هيرحمه. وبنشوف ماجنون واقف كده وبيحاول يهرب من رجالة جورج لأنهم كانوا واخدينه يعني رهينة، وبيقدر يبوظ سلاح الراجل وبيضرب النار على نفسه بدل ما يضرب على ماجنون، وبيقدر يهرب منه. وفي الوقت ده بتضرب الطيارة الحربية ضربة في الجو عشان يحذروا الطيارة إنها تستسلم وإنها انتهكت قواعد الطيران وإنهم كده هيضربوهم لو ما استسلموش. وبيحاول هاري يساعدهم وبيقدر يوصل لرئيس الدفاع الجوي وبيفضل يقوله إن الطيارة فيها إرهابيين، وبيستغرب لأن هاكسلي ما جابش سيرة الموضوع خالص وإن قال لهم يعني يدمروا الطيارة عادي. وبعد وقت سايروس بيقدر ان هو يضرب الراجل اللي واقف، وبتفضل آبي تساعده، وبتاخد كده ريموت التحكم وبتكتب على الشاشه اللي موجوده في الطياره من بره انهم مخطوفين. وبيقدر الضباط انهم يشوفوا الرساله دي، وبتقدر كاملة انها تتحكم في مسار الطياره. بس فجاه بيجي راجل من رجاله جورج وبيجبرها انها تكمل طيران لايطاليا، بس هي ما بتسمعش كلامه وبتفضل تهز في الطياره جامد، وبتقدر يعني انها تقضي على رجاله جورج وبتتعور هي كمان من اللي عملته. وفي الوقت ده آبي بتاخد جهاز التحكم وبتقدر تفتح الباب وبترمي كل رجالة جورج من الطيارة، وبيحاولوا انهم يسيطروا على الطيارة، بس فجأة بيتفك حاجة من الطيارة وبتخبط في الجناح بتاع الطيارة وبتكسره، وما بيعرفوش يتحكموا فيها. وبتقع بيهم الطيارة قدام قصر جورج، وبيقدروا يقفوها قبل ما تخبط في القصر على طول. وبعدين بيخرجوا من الطيارة وبيلاقوا رجالة جورج في كل مكان، وسايروس بيتفق مع ابني انها تسجل كل اللي بيحصل عن طريق الكاميرا اللي موجودة على الطيارة. وبنعرف ان شريك جورج كان عميل سري لانتربول وكان بيحاول يوقعه وبيضرب جورج النار على رجله وبيهدده وبعدين بيقتله، وبيفضل يهددهم كلهم ويسالهم مين فيهم عميل الانتربول برضه وانه لازم يعترف على نفسه يا اما هيموتهم كلهم. وبيضطر سايروس انه يقول ان هو الضابط عشان كان خايف على ابي، وبيقول ان الباقيين ما لهمش اي علاقه بالموضوع وانهم مدنيين وما يعرفوش اي حاجه. وفجاه الشرطه بتوصل وبيحاول جورج يبين ان هو بريء وان هم اللي تعدوا عليه وعلى ممتلكاته. وفي الوقت ده ابني بتعرض اللي سجلته على الشاشه اللي موجوده على الطياره، وبتعرف الشرطه كل اللي حصل، وبياخدوا جورج. وبيوصل هيكسلي والظابط اللي معاه المكان، ولما بتعرف اللي هو عمله فيها بتستقيل من شغلها وبترمي الشاره في وشه وبتمشي وبترجع بيتها. وفي النهايه بنشوف ابي وسايروس بعد كام اسبوع راكبين مع بعض العربيه، وبيفضل يقول لها ان هو عمل لها مفاجاه، وبيقول لها ان هو عرف يوصل للراجل اللي سرق اللوحه اللي اتهموا فيها مامتها، وعرف هي اتباعت لمين واشتراها عشان يديها لها. وبيقول لها ان في مفاجأة تانية انهم اخدوا كل الذهب، وان هو اتفق مع فريقه انهم يعملوا ذهب مزيف ويقدروا يطلعوا الطيارة ويبدلوه بالذهب الحقيقي وينزلوهم الطيارة من غير ما حد ياخد باله، وبيكون لوك مستنيهم وبيستلموا. وفي اخر مشهد بنشوفهم هما متجمعين وبيحتفلوا بالذهب اللي كسبوه. بس كده بنكون خلصنا النهاردة، اشوفكم في العظمة اللي جاية. سلام.